أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية لنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال نهار اليوم تسود أجواء غالبا غائمة، أجواء باردة نسبيا، 14 درجة مئوية من المستوى 13، رطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 18-6، عجلون 16-6، وجرش 17-7، والمفرق 17-6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 17-8، البلقاء 15-8 نفس الحرارة، فيما أدبا عمان 14-7، والبحر الميت 23-16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 14-7، الطفيلة 15-7، الشبك 12-6، معان 19-7، والعقبة 26-17 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 21-8، الصفاوي 20-7، ورويشد 21-9 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.